وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم رشا، موضوع تقشير البشرة بهم كثير من الصبايا والشباب والشباب والشباب. طيب وكثير يعني بتفننوا بخلطات بالبيت تكون طبيعية أو بيجيبوا شيء من الصيدلية. في ناس عن جد عم تتضرر يعني بموضوع التقشير. هو موضوع يعني مو إنه نحن اليوم قشرنا طبقة، عم نقشر طبقة جلد بس، طيب وبعدين شو؟ عم تروح الطبقة الأولى، فجلد ما عم يكون محمي بالشكل الصحيح. عم في كثير حالات عم تلجأ للمراكز الطبية كرمال تخلص. في شيء اسمه كريستال، هاد إنه هاد تخيلي انه هيك بلورات يعني ناعمه عم تحف بهذا الجلد وتجرح فيه. اليوم نحكي اكثر عن هذا الموضوع. صح، لنحكي اكثر عن هذا الموضوع ونحكي عن التقشير الموضعي، فوائده سلبياته ومختلف انواع التقشير وشو الاجراءات يلي لازم نتبعها بعد التقشير. اكيد بيسعدنا نرحب بضيفتنا الدائمه الصيدلانيه رشا الموسى. حلو، شفتي كيف قالت لك رشا؟ اهلا وسهلا وانت سالمه. هي بدايه اليوم كثير حلو لانه احلى عيد ميلاد بالدنيا. تسلمي لي يا رب حبيبه قلبي. يسعد صباحك رشا، نورتينا اليوم. عم نحكي عن قصه اليوم هي خلينا نقول مو موضه، هي صارت حاجه ضروريه، وخصوصا يعني اليوم تقلبات الطقس، الجفاف، المشاكل البشره، مفروض نحن نواكب هدول القصص. اشرحي لنا هيك اكثر شو هو تقشير البشره. هلا تقشير البشره هو اهم خطوه من الخطوات الاساسيه للعنايه بالجمال، واللي كلياتنا بنهتم بجمالنا، والله جميل ويحب الجمال. هلا نحن بنستخدم بالعاده كريم موضعي، هذا اللي بنستخدمه بالبيت، التقشير يلي بشكل معتاد. هذا الكريم مشتق من فيتامين أ، هذا هو يعني استخدامه الاساسي لعلاج حب الشباب. هلا شو فوائد التقشير؟ التقشير اول شيء عندنا بيزيل الخلايا الميته الموجوده بالبشره، بيعزز الدوره الدمويه، بخفف من ظهور التجاعيد، وايضا بخفف من الكلف والتصبغات اللي بالبشره. المسام بحسن لنا شكل المسام، بتعرفوا في كثير عالم بيكون عندها المسام الكثير بارزه المفتوحه، تماما بيحسن شكل المسام، بالاضافه لازاله الرؤوس البيضاء والسوداء. فكل هالامور هي وكل هالفوائد موجوده بهالمقشر، فاكيد بشرتنا حتصير بكامل الرونق والجمال. كل قد ايه نحن مفروض نروح لهي القصه يعني؟ تماما. هلا حاحكي، هلا نحن كبدايه استخدام الكريم نحن مره بالاسبوع، هو دائما تدريجي، التقشير ما بيجي انه فرد مره. اول ما بنبلش فيه بنبلش مره بالاسبوع، بعدين من تصير مرتين بالاسبوع، اقصى حد يعني قد ما كانت الواحد بشرته بحاجه لتقشير اكثر من 3 مرات بالاسبوع ما بيصير، يعني الحد الاقصى هو 3 مرات. تمام، طب خلينا نحكي اكثر عن انواع المقشرات شو هي؟ تماما، هلا نحن في عندنا مقشرات فيزيائيه وكيميائيه وليزريه. الفيزيائيه اللي هي بتتضمن تقشير كريستالي او مائي او الماسي. مع انت هدول رشا؟ طبعا اكيد انا مع كل شيء، بس هلا هي المقشرات الفيزيائيه او الكيميائيه او الليزريه هي حصرا بمركز طبي او بعياده دكتور جلديه، واكيد مع طبعا دائما مع الجمال. في عندنا كمان المقشرات الكيميائيه اللي هي بتكون عباره عن محاليل او حموض، كمان هي من احسن يعني، وخاصه التقشير باحماض الفواكه اللي هو من احسن المقشرات. بالاضافه لعنا كمان تقشير ليزري اللي هو عباره عن CO2 او الاندياج. فهي هي انواع المقشرات اللي ما بنستخدمها بالبيت عدا عن الكريم الموضعي اللي حكيت عنه. بارتفاع درجات الحراره نحن بنبعد عن المقشرات لانه بتعمل تسلخ يعني بالوجه وبيروح للون الاحمر، وبقول لك طبيبك اليوم انت ممنوع تتعرضي ابدا للشمس، فبجوز الوقت المناسب لهم من الخريف وهيك الشتي. هلا تماما، او حسب نوع المقشر. هلا يفضل دائما بالجو البارد، ما بيصير انه مشان ما نتعرض لاشعه الشمس. هلا لانه المقشر في له اثار جانبيه، ما في يعني اي دواء او اي شيء الا ما يكون له اضرار او اثار جانبيه، بس اضراره واثاره الجانبيه هي بسيطه ومؤقته، بتتضمن احمرار بالوش. خلينا نحكي عنهم بشكل موسع ونختار هيك كريم بذاته يعني. تماما، هو بيتضمن احمرار بالوش بالبدايه، بعدين بصير عندنا شعور بالوخز او بالحكه، بعدين بصير عندنا شعور بالوخز او بالحكه ومثل انه طفح، يعني شعور يعني مثل ما بنقول مشاكل كثير بسيطه، هي مشاكله ما انه هالمشاكل، بس الاثر الجانبي اللي ما حدا بيحبه خاصه من الصبايا انه نحن بدايه اول ما نستخدم الكريم المقشر بصير عندنا ظهور لحب الشباب زياده. تماما، اول ما اي حدا بيحط كريم مقشر او حتى بياخذ بالعاده حبوب، ف
فبيقول لك انه انا كانت بشرتي فيها حب بس ما هال كثير. كل اليوم معمم هي القصه انه تماما معممة باستخدام المقشرات؟ تماما. هي فتره ظهور الحب هي معناها كل شيء حب عندنا تحت الجلد هو بلش يطلع. فهي من 3 لـ4 أسابيع بتكون اول 3-4 أسابيع ببلش تطلع الحب، معناها هو هون بلش يستفيد. فخلي الحب اللي تحت الجلد يطلع بعدين بنبلش نقشره. طيب لما نحكي عن المقشر الموضعي الريتينويد، خلينا نحكي هو كيف طريقة استخدامه؟ هو هذا الاسم يعني مركب موجود ولا اسم الدواء يعني؟ هو الاسم العلمي تماما تبع الكريم. هو ممكن يعني بغض النظر عن الماركة التجارية طبعاً. فهو هذا المركب هو اللي يعتبر مقشر موضعي. طب كيف طريقة استخدامه؟ كيف منحضر البشرة وبعدين لحتى نستفيد من هاي النتيجة شو الإجراءات لازم نتبعها؟ تماما. هلا هو بداية أول شيء بيستخدم ليلا مو بالصباح، ما بنتعرض فيه لأشعة الشمس. كل يوم نحن بنستخدمه ليلا مرة أسبوعية مثل ما قلت لك من شوي لمدة 2-3 ساعات بنحطه وبعدين بنغسل وبعدها بنستخدم الكريم المرطب. يعني هي اول شيء بدايه استخدامه. هلا الطريقه الصحيحه لحتى نحن بنكون عم نستخدمه بشكل مستمر، هو بالعاده نحن لازم نستخدمه على بشره نظيفه، يعني اللي الصبح طالعه من بيتها وراجعه المساء بتقلك انه راح المكياج، لا بتغسلي اول شيء بغسول بناسب نوع بشرتك ان كانت دهنية. كيف اليوم الصبيه بتقدر تحدد نوع الغسول اللي ممكن يناسب؟ نحن عم نعاني من هي القصه يعني. تماما. كل وحده بتعرف بشرتها دهنيه جافه كذا، في لكل بشره نوع غسول معين. اذا ما كانت بتعرف تقدر تسال الصيدلاني او الطبيب، يعني من نظره ببين معه انه انت مثلا بشرتك جافه انت بشرتك دهنيه وهيك. بنغسل الوش بالغسول، بنشفه بالمنشفه، اهم شيء تكون المنشفه ناعمه مو نفسها تبع الايدين، يعني بنحاول فتره العلاج كثير انه نتعامل مع بشرتنا بحذر. بعدها بنحط الكريم، طبعا ما بتكون حجم الكريم اكثر من حبه البازلاء، يعني قد حبه البازلاء على كامل الوش عدا حول العين وحول التم. لانه هي هون الجلد كثير رقيق وحساس فنحن بنتجنب انه يكون. وطبعا فتره الاستخدام بتضلها من 3 لـ6 شهور، يعني فتره المعالجه ما رح تاخذي انت نتائج خلال اسبوع او 10 ايام او شهر. قد عم تكون نتائج ترضي الصبية يعني بعد 6 شهور، وخاصة في صبايا كتير بيلجأوا للليزر للكريستال كرمال لتصبغات أو كلف، ورغم كل الجلسات بس ما بيروحوا، فممكن اليوم يكون هذا التقشير مساعد أو حل؟ طبعا التقشير اكيد اكيد حيساعد. هلا ما شرط انه يختفي بشكل 100% تخفيف، تماما بشكل 70% اكيد اللي حيواظب، بس بده صبر. دائما العلاج بالبشره بده صبر، ونحن عندنا الصبايا والشباب ما عندهم صبر، تحب النتائج هيك السريعه، تماما بتحب الكبسولات السريعه. فلا اذا صبر الواحد وعمل حتى وقايات قبل فاكيد حياخذ النتائج اللي هو بيحبها. تمام. خلينا نحكي عن المرأة الحامل والمرضع بشكل عام، لما تمر بهي التجربة السيدة بتغير شكل جسمها، بتقول لك بشرتي تعبت، في منهم بيطلع لهم حب، فبصير هوسة أكثر إنه هي ترجع لحالة الطبيعية أو ترجع هيك يعني لحالة مثالية بتتمتع فيها بشرتها، هن بيقدروا يستخدموا المقشر الموضعي؟ هلا بدي أقول شغلة للمرأة الحامل إنه أنتي حلوة كتير بلا كريمات، فهو لا أكيد لا، المرأة الحامل أو المرضعة ممنوع تستخدمه. هي لا هم بيقولوا لك إنه أنا ما عم آخذ حب، هو كريم معقول بيأثر؟ إيه بيأثر، هو مشتق من فيتامين آ، وفيتامين آ بيأثر على بيعمل عيوب خلقية أو تشوهات جنينية، فأنتي بغنى عنه، خلص استني لحتى تخلصي حمل وإرضاع وبترجعي، وأنتي الله خالقك حلوة بدون كريمات. هي يمكن شوي الصبية بس يصير عندها حمل بتخاف من موضوع الكلف الحملي، في صبايا ما بيروح حتى بعد الولادة ومدة الاستشفاء بيبقى موجود هاي دول التصبغات. اليوم عن أي عمر عم نحكي اليوم مفروض الصبية أو حتى الشباب يبلشوا أنهم يهتموا بالبشرة؟ في كتير دراسات ورأي أطباء أنه اليوم الكريمات أبدا في عمر معين ما نحل، لا هلا هي مرطبة فقط. لا هلا فشو اليوم شو رأيك؟ هلا نحن بنبلش دائما اذا بدنا نهتم بشرتنا وما نحس حالنا كبرنا بالعمر فورا، فلا بنبلش نحن بعمر ال 25 وفوق بنبلش مشان نتفادى. هلا بيقول لك انه انا مثلا عمري 25 بس ما عندي تجاعيد وماني بحاجه، إيه انت مشان ما يصير عندك ويصير مثل ما قلتي انه ما عم تاخذ النتيجه اللي انت بدك اياها بعد فتره، لانه انت صحيح. بالاساس ما اعتنيت بحالك،
فلا من عمر ال 25 وفوق انت بحق لك هون انه تبلش تعتني ببشرتك، تحفز الكولاجين وتهتم. اما الكريمات المرطبه فهي غير المقشره تماما، والكريم المرطب يعني لازم يستخدم بعد التقشير. اكيد تمام. طب خلينا هيك نقدم نصائح اليوم او توصيات بما يخص موضوع التقشير بانواعه ثلاثه. تماما. هلا بدايه اول شيء ما بصير نحن نعمل استخدام عشوائي للمقشرات وخاصه الكريمات. يعني عم يجوا لعنا صبايا الصيدلية عم ياخذوا مقشر وعم يوصفوا لحالهم وعم يستخدموه بشكل يومي، بعد فترة بتلاقي بشرتها صار بدها دكتور جلدية ومعالجة من الأساس. فهي ما بيصير. شغلة تانية كمان، نحن ما بدنا نستعجل بمدة النتائج. مثل ما قلت لك نحن الشباب ما عنا صبر، بدنا نتيجة فورية، فهذا كتير غلط إنه نحن دغري فورا بدنا النتيجة، أو مثلا نكتر الكمية المقشر مشان إنه ناخذ النتيجة بشكل أسرع. حطوا كله بيوم واحد. أيوة تماما. إنه لا، هي العلبة اللي هيك قدها بدها تضل عندك شي شهر زمان، ما بيصير أبدا تاخذها فورا. كمان ما بيصير نحن أثناء استخدام المقشرات نحك الجلد، ما بيصير نتعرض للشمس حتى بفترة الشتاء. يعني أغلب العالم بتقشر بخار الطبخ، حرارة ضمن البيت حتى مؤذية. دائما بيقولوا لك بعدي عن بخار الطبخ، عن السشوارات، عن هدول القصص. حتى فترة الشتاء مو إنه ما فيه الشمس والعالم تستخدمه المساء، بس بتلاقيها قاعدة جنب الصوبية أو الدفاية، فهذا غلط كتير كبير. وهي أهم النصائح اللي بتمنى الكل يحافظ عليها، وإن شاء الله هيك يضل الكل حلو ان شاء الله يا رب. شكرا لك رشا لحضورك اليوم، وهيك دائما الوقاية دائما نحن بنقول افضل من ما نروح لقصص اكبر من انها تنحل. شكرا لك وصباحك حلو على طول. اهلا فيك يا حبيبه قلبي. شكرا كثير لك رشا، دائما بتعطينا المعلومه السلسه والبسيطه، وبقيه نهار حلو مثلك لك. حبيبه قلبي اهلا وسهلا.